كبرت وهي تستمع للتراتيل الفيروزية والدينية، فتحول شغفها إلى رسالة معبرة أرادت نادين الخطيب إيصالها بصوت جميل، فكانت ترتيلة اليوم علق على خشبة لتهديها لكل المسيحيين لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد. نسجد لآلامك أيها المسيح، نسجد لآلامك أيها المسيح. نادين الشابة المسلمة رنمت للسيد المسيح من مدينة الناصرة إلى كل العالم لتبعث رسالة سلام ومحبة وأمل في وقت ينفجر الإرهاب والتطرف في كل مكان.